صباح الخير، صباح السعاده، صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. وبرج الجدي بيقول لك ما بتعرفش تتاقلم مع الاوضاع الجديده، ولا بتعرف تاخد على الناس بسرعه. الدلو محتاج خروجه عاجله ولو حتى جوله سريعه بلا هدف. الحوت في حد النهارده هيقول لك كلمتين حلوين هيظبطوا لك اليوم. كمان الحمل في حد كان واخد عنك فكره غلط تماما، وانت بدات تغير من طباعك واحده واحده، بتغير من نفسك، فانت حتى يمكن ما تعرفش الحد ده مين، بس صدقني هيتغير الانطباع. كمان الطور عمال تفكر في قرارات وخطوات جديدة علشان حياتك آسف حياتك تكون أحسن. تمام. السرطان ما تزودهاش بقى، ما تأفورش بقى في الزعل خلاص. الأسد عايش في حالة من الاتساق الذاتي مع نفسك. اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل بقى، يعني حلو جدا، حلو. قال لك عايش في اتساق يحضرني كلمة أخرى. العذراء لأنك كمان حاسس إن عندك طاقة إيجابية وعايز تساعد كل الناس. حلو حلو، يلا زي الفل. الميزان ما بتحبش تزعل حد منك وعايز ترضي كل الناس، بس أرجوك مش على حساب نفسك. العقرب صحيح أنت بتبقى قاعد ساكت لكن مخك شغال. برج القوس ما تحكمش على أي حاجة من غير ما تعرف كل جوانبها، كفاية أحكام عمال على بطال. صفات مواليد النهاردة 10 فبراير، مبدئيا كل سنة وكل مواليد 10 فبراير طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص اجتماعي جميل، عنده شوية تشتيت لأنه بيسحل نفسه في حاجات كتير، بيفكر في أكتر من حاجة في وقت واحد وعايز يرضي كل الناس، وشغله ودراسته واخدين كل اهتماماته. لو هو طالب دراسته مهتم بيها جدا، لو هو بيشتغل الشغل واخد تقريبا 99% من حياته. بيقول لك يا حبيبي يا صديقي يا معلم، في حاجات تانية في حياتنا لازم نركز معاها.